الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. 786 786، بسم الله الرحمن الرحيم. هو عدد روحاني مجرب بإذن الله، يتفاعل معك بسرعة للقبول ولهبة وتيسير الأمور والحفظ بإذن الله، ومن مجربات لجلب الرزق، وكذلك مجربات هذا العدد للذاكر ومن أراد أن ينجح في الدراسة وحفظ كل شيء إن شاء الله. أسرار، بسم الله الرحمن الرحيم. 786، أسرار عظيمة. لا نستطيع أن نتكلم في أسرار، كل شخص يفترق على شخص آخر، ربما أنت ترى أشياء أخرى في حياتك مختلفة على شخص آخر، ولكن الجامع في البسملة هو الحفظ من الشيطان وتيسير الأمور، وجلب القبول والهبة وجلب الرزق وتيسير الأمور وإزالة العكس والنحس من حياتك. وكذلك من المجربات البسملة هو الحفظ ورفع في الذاكرة، يعني تصبح ذكيا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم. 786، من أراد أن يزيل العكس من حياته ويجلب القبول والهبة فليتبع البسملة 786 لمدة 40 يوم، يرى نتائج عجيبة في حياته إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله